أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا حمار اسمه عفير كما هو معلوم. اسمه إيه؟ عفير. عفير؟ عفير أو عفير. نعم. رتب الرسول صلى الله عليه وسلم ربت على كتفه. نعم. فقال له الحمار للرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، حدثني أبي عن أبيه عن أبيه عن جده قال كنت ممن ركب. لا لا، أخطأت في الرواية، أخطأت. الحمار حدث النبي صلى الله عليه وسلم أي. عن أبيه بدون ضرب اليد على الكتف، قال أن جدي ركب مع نوح في السفينة فربت نوح على كتف الحمار وقال سيخرج من صلبك حمار يركبه خير البشر. صور سند حمار عن حمار.